لازم كنتوا تشوفوا الاحتفال النهارده من اوله لاخر، لازم كنتوا تعيشوا الحاله. يعني هو مهما احنا قلنا في برامج بالليل او في تقارير صحفيه، مش هنقدر نوصف الحاله زي اللي شافها بالظبط، ومش هنقدر نوصف الحاله زي اللي عاشها بالظبط. كان في شكل لا يخلو من مضمون، وكان في مضمون حقيقي. هي يعني ما فيهاش اي بروتوكول على فكره، ما كانش فيها اي بروتوكول ولا اي بقى ان رئيس الدوله يحضر وكبار قيادات الدوله قيادات الجيش والى اخره خالص. كان البروتوكول الوحيد اليوم الانسانيه الوطنيه، ده البروتوكول الوحيد اللي كان موجود النهارده. لفت نظري حاجات كتيره قوي، شكل ومضمون. بشكل خلوا بالكم يا جماعه، الرئيس اليوم تشعر انه اليوم اللي بيأدي فيه شهادة التمام. ليه بقى يا فندم؟ لانه بتيجي ست بتقول له انا ابني راح، انا جوزي راح، انا ابويا راح، وما فيش غيرك، هكلم مين؟ قد ايه الحكاية دي يا جماعة صعبة؟ قد ايه صعبة؟ يعني يا ترى الرئيس كان بيقول لهم ايه؟ يعني لما هي بتكلمه وبتحضنه، ويعني بقى خلاص ما فيش، ده رئيس الدولة ما عندهاش حد تاني في مصر تكلمه أكبر من كده، هيقول لها إيه؟ هو نفس الرئيس قال طب هقدم لها إيه؟ يعني بعد اللي هي قدمته لبلدها، هو هيقدم لها إيه؟ إيه اللي عند رئيس الجمهورية أو في سلطاته يقدر يديها عشان يعوضها؟ ولا حاجة. لذلك لما كان مقدم الحفل العميد ياسر بيقول له، يعني الرئيس بيقول له ياسر ده احنا جايين نحضر تكريم، احنا اللي بنتشرف، واحنا كمان بنتشرف ان احنا بنعلق على حفلة زي دي. لذلك النهاردة خلت هذه الحفلة من البروتوكول. يمكن الناس الوحيدين اللي يستطيعوا الكلام مع الرئيس، استثناء اي خطوة، ينادوا على اي حد من قرايبهم عشان يسلم على الرئيس، يقولوا اي كلام، يحضنوه، يشتكوا، يتكلموا، يقولوا اي حاجه، دول مسموح لهم يعملوا كل شيء. امضاء فتح السيسي، هو يعني اللي بيقدر يعمل دي وحده هو الرئيس، محدش تاني. فلذلك الرئيس اليوم يعني اللي ينظر حتى لتعبيرات وجهه وهو بيلتقي اسر الشهداء، كان اللي هو ايه، انا تحت امرك، انتوا اصحاب الفضل، انتوا اصحاب الفضل، انا دوري جاي النهارده فقط يعني اذكر باصحاب الفضل. فالحفلة كانت رائعة والإحساس الوطني كان رائع، ده من جانب. الجانب التاني بقى، طب الناس دي لما تقابل رئيس الدولة، طيب فرصة بقى، ما أنا يعني أنا قدمت لمصر أكبر ما عندي وبقابل رئيس الدولة، يعني كلمة خلاص هتطلع اللي أنا عايزه. مش عايزين حاجة؟ لا مش عايزين حاجة. الله، يعني أنت بتقابل رئيس الدولة وابنك رايح أو زوجك رايح أو أخوك رايح عشان البلد، ولما رئيس الدولة يقول لك أنت عاوز حاجة تقول له مش عاوز حاجة؟ يا جماعة إحنا ما بنألفش، مش بنقول كلام في الإعلام، ده اللي حصل الصبح، ده اللي حصل وقال عليه رئيس الدولة. فما فيش عظمة بعد كده، يعني ما فيش كلام يتقال بعد المشهد ده كله، ده مشهد لازم تكتبوه في تاريخكم المعاصر، إنه كيف يتصرف المصريين عندما يكون هناك خطر حقيقي. وعلى الجانب التاني بقى، واضح إن في ناس لازم تتكسف على دمها. في ناس فينا ومننا وقاعدين في وسطينا واحنا عارفينهم، ولازم يتكسفوا على دمهم. ليه بقى؟ مفيش وجه المقارنه بقى، ده قاعد يرتشي ويحط ايده على الارض ويبور ارضه وياخد اراضي الدوله ويعمل لي مصايب، والتاني قاعد يعني بيضحي بابنه. مفيش وجه مقارنه يا جماعه. يا جماعه نفوق بقى شويه، مش هنقعد نطبطب على الناس. الناس اولادها ماتت واحنا لسه بنعمل رشاوي ولسه بنعمل بلاوي زرقاء عشان بلدنا، وبياخدوا مخدرات ويسوقوا طرق. ده مش عدل، ربنا ما قالش كده. كمان لما رئيس الدولة يقف النهاردة ويتكلم عن كامل الوزير، كامل الوزير مش شخص، كامل الوزير هو تعبير عن حالة، تعبير عن مرحلة، تقدير من الشعب المصري لكل من يعمل بجد. كامل الوزير الرئيس السيسي اليوم وضعه في اختبار صعب جدا جدا جدا. ليه يا فندم؟ لان هو عنده مؤسسة عسكرية منضبطة بتمشي وراه، وهي الهيئة الهندسية بأركانها بضباطها الى اخره.
لكن ده هو رايح للموظف المدني، هو رايح للموظف المدني، هو رايح للموظف اللي عنده اعذار، اللي عنده الاجازه الاعتيادي، اللي عنده 8 يعني 8 ونص 9 يعني 9 ونص. ما اصعب المهمه اللي عمله الرئيس السيسي النهارده في كامل الوزير، اختبار ما بعده اختبار، والله يكون في عونه. العمليه قاسيه جدا، ما هي سهله كمان. سقف توقعات المصريين من الراجل فاق الخيال، يعني هم متهيألهم كده انه هيروح هيضرب عصاية. ما هو ده نتيجة بقى انه عندهم يعني سابقة اعماله وباين عاملة ازاي. لكن يا جماعة دي مؤسسة منضبطة. الرئيس النهاردة بيقول له احنا عندنا في القوات المسلحة حد يقول لا، مفيش لا، ده قائد بيدي امر. لكن في وزارة النقل ده هيتعامل مع الحاجة فلانة والحاج فلان وعم محمد والجو ده. فأرجوكم يعني كلنا وراه، لكن المعايير مختلفة، ومعايير النجاح هنا مش زي هنا، هنشوف. بس أي مكان الأمر، إذا كان هناك طيار F-16 يقدر يصلح مشكلة الصحة في مصر، أرجوك يا ريس نزله من طيارته وخليه يصلح مشكلة الصحة. وإذا كان في قائد في البحرية يقدر يصلح مشكلة التعليم، أرجوك نزله يصلح مشكلة التعليم. كلنا مصر، مفيش حاجة اسمها واحد في الجيش واحد في القصر العيني وواحد في الحماية المدنية، دي كلها مصر، مفيش حاجة اسمها. مين اللي عمل التفرقة دي؟ ده أولادنا، إحنا اللي مربينهم، إحنا اللي عاملين كل دول. فلذلك النهاردة يوم مهم ويوم تاريخي في حياتنا، وأرجوكم افتكروا كل الناس اللي انتوا شفتوها على اختلاف طبقاتها النهاردة، دول أصحاب فضل حقيقي، عشان انتوا تقعدوا النهاردة انتوا وولادكم في بيوتكم في أمان.